ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده رجع لكم بفيديو جديد، وانا اسفه اتاخرت عليكم، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. بصوا دوت، قلت بقى لازم ارجع لكم بفيديو جامد كده حلو يعجبكم، بافكار حلوه وحيل جميله. بصوا دوت منظم اكياس حلو جدا، وبيلم الاكياس اللي عندنا جميل قوي قوي، هيعجبكم لو انتم مثلا مشترين خضار، مشترين اي حاجه، البان، جبن، حاجات في اكياس. انت بتحطي الكيس سواء من هنا كده او كده، انت بتمليها اكياس وبتسحبي براحتك. تمام، دي اول حاجه معايا. تاني حاجه معايا وهو الباسكت ده. الباسكت ده جميل جدا جدا جدا. في ايه بقى؟ انت بتجيبيه بتحطيه، بتعلقيه على الدرفه بتاعه المطبخ، بتحطي فيه بقى، نضفتي بصلايه، نضفتي طماطم، نضفتي اي حاجه، انت بتغسلي المواعين، حبه رز وقعوا منك في الحوض، اي حاجه في الحوض هتلميها وترميها ايه في الباسكت ده. بس الباسكت ده انا بحط له كيس كده، تمام، احسن وانضف يعني. بحط له كيس كده وبعلقه على الحوض، على الدرفه بتاعه المطبخ اهو. ده شكله، هو مش غالي، حدود 40 جنيه تقريبا، فده حلو جدا وعملي. اي حاجه معاكي تحطيها فيه، وبعد كده بتربطيه وبتحطيه في الزباله، ولا بيعمل ريحه تنظيف اكل ولا اي حاجه، وحلو جدا وعملي. مش عايزه اقول لكم يعني عمل قد ايه. تمام، الفكره الثالثه اللي معانا ده باسكت بتاع الزباله. بصوا لازم تحطوا فيه ورقه كده من تحت في الارضيه بتاعته. دي فكرة حلوة جدا، وبتحافظ على لو في مية ولا في حاجة في الكيس، بتنزل في الورقة دي وما بتعملش ريحة في الباسكت خالص. ولما يعني ممكن بقى انتوا تحطوا مثلا عندكم كراريس اولادكم مش عايزينها، تاخدوا منها ورقة تحطوا كتب، خلاص خلصوا السنة والكتب موجودة ما ترموهاش، تحطوا برضو فيها، حلو جدا وبينظف ويحافظ على نظافة الباسكت، وعملي جدا. تمام، الفكرة اللي بعد كده معانا، معانا بقى الرف ده جميل جدا برضو، بيتعلق في درفة المطبخ من جوه مش من بره يا جماعة، عشان في ناس قالت لي ان هو بيتعلق من بره، هو مش بيتعلق من بره، هو بيتعلق من جوه اهو. شكله ده منه الخفيف وده التقيل اهو، ده التقيل. انا بقى بعمل ايه في دول؟ معايا ازازة خل بحطها هنا، طبعا لازم بحط ورق فويل عشان انتوا عارفين الورق الفويل بيحمي، وكمان انا هقول لكم انا حاطه ليه. معايا زيت زي كده، تمام اهو. كده حطيت الزيت، زيت زيتون، زيت العادي بتاعنا، والخل. الورقه بقى الفويل اللي انا حاطاه دوت، ده هيحمينا من الزيوت اللي بتنزل مكان الازازه، عشان انتوا عارفين الحاجات دي لما بتزيد بتبقى مش حلوه، فالورق الفويل ده نضيف جدا وهينضف لك الدنيا وهيبقى حلو جدا. الورقه بقت مش نضيفه وجاي عليها زيوت او حاجه، تروح رميها على طول وتحط غيرها. تمام، ده بقى انا التاني ده بقى اهو، ده انا بحط فيه ايه؟ بحط فيه الصابون. صابون بقى عندك جنرال، اي حاجه عندك، هاربك، اي حاجة عندك بصي بتحطيها اهو، بيلم الدنيا جدا وحلو جدا وعملي قوي قوي قوي. تمام، وده نفس القصة، الاتنين حلوين، سواء التقيل او اللي هو الخفيف شوية، الاتنين حلوين وعمليين جدا معايا بصراحة، ونافعيني وحلوين قوي. تمام، الفكرة اللي بعد كده، وهي المكرونة. الفكرة اللي معانا لسان عصفور، ومعانا شعرية، انا محمراهم او محمصاهم في الفرن اهم. دول متحمصين في الفرن من غير زيوت خالص او اي مواد دهنيه خالص، وبحمصهم زي ما انتم شايفين كده، بس ما تحطوش عليه مواد دهنيه خالص. تمام، وتحطوه وتقفلوه وتحطوه في درف في الدرفه بتاعت الخزين، ما بيجرالهاش اي حاجه، ولا بحطها في ثلاجه ولا اي حاجه، الدرفه بتاعت الخزين بتاعت المطبخ اللي بحط فيها الدقيق والحاجه بتاعتي. انا حمصت الحاجات دي في الفرن وحطيتها. الفكره اللي بعد كده وهي التوابل اللي معانا، او البصل البودر، الثوم البودر، الحاجات دي يا جماعه بترطب مننا وبتمسك في بعضها. تمام، عشان ما تمسكش في بعضها نعمل ايه؟ هنجيب شويه رز ونحطهم في قلب البطرمان، تمام اهو،
نحطهم في قلب البطرمان ونقفل البطرمان كده ونرمه كده. دي كده ما بتخليش التوابل ترطب معايا ولا تمسك في بعضها. اي توابل بقى عندك، فلفل، اي حاجه من التوابل اللي احنا بنجيبها نحط فيها كده، تمام. ولما نيجي نستعملها بمصفى صغيره كده زي دي كده مثلا ونصفيها كده. المصفى دي اصلا مش هتنزل حبات الرز، تمام كده. الفكره اللي بعد كده، الفكره اللي بعد كده معانا الصابون اهو ومعانا الخل. لما نيجي نغسل المواعين ايا كان بقى، يعني مثلا المواعين هي بنغسلها مثلا احنا بنغسل المواعين بنفضي الصابون في حاجه، احنا مثلا فضينا الصابون كده انا بوريكم، يعني انا هحط عليه خل. الخل يا جماعه بيعقم المواعين وبيلمعها وبيخليها جميله جدا، وطريقه حلوه قوي، يعني طريقه حلوه قوي. انتوا بقى بتزودوه ميه براحتكم وبتخلوه كده صابون على خل، دي برضو حاجه ترجع لكم، دي حاجه كويسه جدا زي ما قلت لكم، بتعقم المواعين وبتدي ريحه حلوه لو في مواعين فيها زفاره ولا في حل. الفكره اللي بعد تعقمها بتخليها تحفه جدا، تمام. الفكره اللي معانا بعد كده، الفكره اللي معانا بعد كده هو غالب الاقياس ده حلو جدا وعملي قوي قوي قوي، وبيتباع دلوقتي في كل مكان، سهل ان انت تلاقيه. لو انت مثلا معاكي كيس مكرونه او اي كيس بقى دي خدتي منه مثلا والباقي مش عايزاه، فانا هقفل الكيس كده وهقفله كده بغلق الاكياس ده. بصوا، وفي اول ما تسمعوا التكه دي تعرفوا ان هو قفل. حلو جدا وعملي وما فيش حاجه تقع منه ولا بيتفك ولا اي حاجه، وبيفضل ماسك جامد ما بيتفكش. نشوف بقى بعد كده الفكره اللي بعد كده، معانا حامل معالي ده حلو جدا، في منه ده وفي منه السيليكون، تمام. ده بصوا ده حجمه مش كبير قوي، وده السيليكون ده حجمه كبير. ليه بقى؟ انتوا ممكن تقولوا انتوا ليه جايبه اتنين، هقول لكم ليه انا جايبه اتنين. اول حاجه دي الصغيره دي للمعالق اللي هي الصغيره، تمام، اثبتولها كده اهو. لكن لو معاكي مثلا حاجه كبيره زي دي فلازم تحطيها هنا، مش هينفع تبقى في الصغيره، هتلاقيها نقطت كده الزيوت اللي فيها او ايا كان بقى، تمام اهي. فدي حلوه جدا وعمليه بردك، وموجوده في كل مكان عند الادوات المنزليه. وبردك بصوا عشان من الاحجام اللي هي الكبيره اللي زي كده مقصوصه عندك حاجه، مش هتيجي طبعا في اللي هي الصغيره، هتلاقيها بتنقط زيوت، واحنا مش عايزين كده، يعني ده انضف. اللي مش عارف يجيبها او اللي ما عندوش طبق صغير كده نحطه، ونحط عليه المعالق دي عشان ما يبهدلش الرخامه، بس اهم حاجه ما تحطهاش على البوتاجاز، تمام، على الرخامه كده جنبك عشان ما يبهدلش الرخامه. نشوف الفكره اللي بعد كده، بعد كده الكاتل. الكاتل عشان انضفه من الداخل اعمل ايه؟ هحط فيه ملح ليمون، تمام، واحط فيه ميه واسيبه يغلي، هلاقيه معايا زي الفل من جوه وما فيهوش اي حاجه، تمام. ده بالنسبه للكاتل. الفكره اللي بعد كده معايا، الفكره اللي بعد كده معايا وهي اطباق الفل دي. اطباق الفل دي حلوه جدا وبتنظم لك الفليزر وبتبقى رهيبه بصراحه، يعني انا بحط فيها الحاجه بخزنها في الفليزر، بتنظم الفليزر قوي، وهي نفسها عمليه، بس قبل ما استعملها لازم احط كيس وبعد كده احط اي حاجه ارزها، تمام. او تعالوا هوريكم الفليزر، هوريكم الفليزر بعد ما في اطباق الفل دي عامله ازاي. سو اهي زي ما انتم شايفين كده، فهي حلوه جدا وبتنظم جدا في الارفف. بصوا، والعلب البلاستيك برضو يا جماعه لما بتحطوا فيها حاجه، يعني دي قشطه انا شايلاها، ابقى مره اعمل لكم فيديو بيها بسمنه اهو، ودي طبعا الهريسه اللي انا عملتها اهو زي ما انتم شايفين كده، فبتنظم جدا حلوه قوي. يعني نشوف الفكره اللي بعد كده، الفكره اللي بعد كده وهي حامل المكانس ده. حامل المكانس ده يا جماعه حلو جدا جدا، بصوا تعلقي عليه المكانس بتاعتك، فهو حلو جدا وعملي. الفكره اللي معانا بقى دي اخر فكره معايا، ودي اكياس بنحفظ فيها الحاجه، اي حاجه بقى، معجنات مثلا، جبتي اي توابل وفضيتي مثلا والبقى دول من الكيس، والكيس اتفتح معاكي او انت قطعتيه مش هينفع يتربط تاني، ده حلو قوي. بصوا
وبيتقفل كده، دي مكان للقفل زي ما انتم شايفين كده، تقفلي منه اهو. بصوا اتقفل، اتقفل معايا اهو زي ما انتم شايفين كده، حلو جدا. في بتاع في 3 اكياس، هو الحاجات دي اللي انا بوريها لكم دي هتلاقوها على سوق.com، على الفيسبوك هتلاقوها موجودة، الموقع اسمه سوق.com، هتلاقوا عليها الحاجات ديت، وبيوصلوا الحاجات دي لحد البيت. تمام، دي كانت اخر فكرة معايا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. فيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اول باول وكله يستفيد. ما تنسوش بقى حبايب قلب اللايك، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتير زي كده بالحاجات المنتجات الجديدة اللي نازلة، او الحاجات اللي هي التركي وازاي نستعملها. معلش انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات، بس قلت بقى ادام اتاخرت لازم انزل لكم فيديو يكون حلو كده ويعجبكم، ويا رب يكون الافكار عجبتكم. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.